المرشد الإيراني علي خامنائي يظهر وهو يرتدي كفناً، صورة نشرتها وسائل إعلام ومنصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري. وقالت منصة قدس التابعة للحرس الثوري إن المرشد علي خامنائي ارتدى الكفن وقام بأداء الصلاة في مرقد علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد ثامن الأئمة لدى الشيعة، وذلك بالتزامن مع قصف بالصواريخ شنه الحرس الثوري على إسرائيل. لم يتم التأكد من صحة هذه الصورة، ولم ينشر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنائي نفياً أو تأكيداً بشأنها. وغرد خامنائي من جديد باللغة العبرية مؤكداً أن الضربات على إسرائيل من قبل جبهة محور المقاومة ستكون أكثر فتكاً. في سياق متصل، وجهت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مساء الثلاثاء تهديدات إلى إسرائيل وحلفائها متوعدة بتدميرها، وقالت في بيان إنه في حال ردت إسرائيل فعليها انتظار تدمير بنيتها التحتية. من جهته، علق وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة على الهجمات التي شنها الحرس الثوري على إسرائيل متوعداً تل أبيب بهجمات أقوى، واعتبر أن الرد الإيراني أصبح ضرورياً بعد تصرفات الكيان الإسرائيلي غير المشروعة باغتيال المستشارين الإيرانيين في سوريا ولبنان واغتيال هنية في طهران ومن ثم اغتيال حسن نصر الله.